إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز 70 تقريبا، وعليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه، وذلك لمرضه ثم وفاته رحمه الله، فما الذي يجب أن نفعله؟ أفيدونا مشكورين. أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور. أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى مات فهذا يجب الإطعام عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم. أما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغريمه، فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرئة ذمته وفكه من رهان الدين. وكذلك ينبغي لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين. نعم، شكر الله لكم.